للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نورة الغتم، مديرة إدارة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية. بعد التحية، بعد إطلاق طبعا خدمة التقديم للوظيفة إلكترونيا، كيف سيسهل ذلك على المتقدمين للوظائف؟ هلا مرحبا أختي سهير. بناء على سؤالك، دخلت الخدمة الإلكترونية لتقديم طلب التوظيف حيز التنفيذ اليوم 24/6/2019 ضمن حزمة الخدمات الحكومية الجديدة عبر البوابة الوطنية. نعم. وهذا يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة لديوان الخدمة المدنية ورؤية الارتقاء بالأداء الحكومي وفق أفضل الممارسات والاستقطاب الكوادر الوطنية. طبعا هذه الخدمة راح توفر حق المواطنين المتقدمين الحصول على الوظيفة في الجهات الحكومية تحت المظلة الخدمة المدنية عناء الحضور الشخصي لوحدة المعلومات التابعة للديوان، سواء كان لتقديم الطلب أو تجديده. نعم سيدة نورة، كم سوف يستغرق من الوقت للتقديم على الوظيفة عن طريق هذه الخدمة الجديدة؟ مقارنة بالسابق، الخدمة كانت تستغرق 35 دقيقة في وحدة المعلومات، لكن بعد تدشين هذه الخدمة الإلكترونية راح تستغرق 7 دقائق من تاريخ بدء تقديم اللي هو الطلب حتى اللي هو انتهاء، بحيث انه يكون متقدم الطلب بيقدر يدخل اللي هو بياناته بالإضافة حق الأبلود حق الوثائق المطلوبة إلكترونيا. نعم، لو نتحدث عن التعاون بينكم وبين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الخروج بهذا المشروع طبعا، والذي يعكس استمرارية الجهود نحو الارتقاء بالأداء الحكومي. ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشكورة على ذلك، من منطلق الحرص على تطوير الإجراءات الحكومة الإلكترونية تم تطوير وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية لتقديم طلبات التوظيف، وهذا يساهم في زيادة كفاءة خدمات الديوان وتخفيف أعباء العمل مثل ما تقدمتي. نعم. في بداية وتيسير الخدمة على الباحثين عن العمل، إلى جانب تكامل البيانات مع الأنظمة الحكومية المعنية، مع العلم أن هذه الخدمة راح تكون متاحة على مدار الساعة. نعم السيدة نورة الغتم، مديرة إدارة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، شكرا جزيلا لك.